وينضم إلينا في الاستوديو أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود الدكتور عادل المكنزي. مرحبا بك دكتور عادل. أهلا وسهلا بك وسعدني ألتقي معك والسادة المشاهدين. دكتور أبدأ معك بكيف وجدت ورؤيتك لحضور المملكة؟ بلا شك تمثل المملكة ثقل سياسي واقتصادي ويعني إقليمي ودولي بما تتوفر لديه حقيقة من مقومات مميزة، الموقع الجغرافي، الإمكانات اللي تمثل 13% من مصدر الطاقة الدولية، وهذا قضية مهمة ونحن نتحدث عن مؤتمر اقتصادي، إضافة إلى أنه المملكة مشارك أساسي في الاستقرار العالمي في محاربة الإرهاب. المملكة استطاعت أنها تقدم رؤية تنموية متميزة على مستوى المملكة بل على مستوى الإقليم أيضا من خلال الرؤى الموجودة رؤية 2030 والتحول 2020، كل هذه تعطي رسائل عالمية جاذبة للاستثمار، الاستقرار المتوفر في المملكة العربية السعودية، كل هذه تقول أشياء كبيرة. إضافة إلى ذلك أنه المملكة الآن أصبحت في المرتبة 16 بعد أن كانت 18، نحن نتحدث عن تطور في الأداء الاقتصادي والاجتماعي مميز، هذا كلها رسائل حقيقة تعطي للدول عامة أنه المملكة العربية السعودية ماضية في التقدم، والدول العشرين هي تعرفين هي ثلثي سكان العالم وثلثي الطاقة والإنتاج والاستيراد في العالم تمثله هذه الكتلة، وبالتالي وجود المملكة العربية السعودية هو وجود أساسي، لأنه تعرفين العنصر الأساسي التي تحرك الآلة الصناعية والاستهلاكية في العالم هي النفط، وبالتالي المملكة كانت عنصر فاعل في استقرار وتوازن والسعر العادل المنصف للنفط من خلال بعد أن حصل هبوط كبير في النفط في فترة سابقة، وقامت المملكة بدور ريادي خدم الدول المنتجة والدول المستهلكة من خلال أوبك بلس بالاتفاق مع روسيا والوصول إلى تخفيض أسعار النفط بشكل مناسب، والآن المملكة العربية السعودية هي تواصل هذا الدور ممثلة في الفريق الكبير الذي يرافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في رحلته هذه، ووجدنا حقيقة يعني الحضور الكبير واللقاءات المكوكية، والكلمة الأولى التي طرحها الرئيس الأرجنتيني في حديثه عن الفقر وضرورة أن تتضافر الجهود لمحاربة هذه الآفة التي تؤذي هذا العالم. يعني كنا نتذكر أن المملكة العربية السعودية أول مساهم في هذه في محاربة الفقر والرفع من مستوى الإنسان من خلال إسقاط 6,000 مليار دولار من ديون الدول، وتعرفين انعكاس ذلك على يعني رفع عن كاهل المواطنين في تلك الدول. نعم. وجعلهم في وضع أفضل اقتصاديا. نعم، هذا يدعني أسألك عن علاقة المملكة بالدول الكبرى وحرصها على إقامة علاقة جيدة مع هذه الدول. طبعا المملكة العربية السعودية تاريخيا هي رمانة الاستقرار في المنطقة، بل هي مساهم دولي في رفاهية العالم من خلال الدعم الكبير والوقوف مع الدول في الكوارث والمحن، كما نعلم أنها يعني نسبة كبيرة من الناتج القومي هو للكوارث وما يمر بتلك الدول. الدول الأساسية الصين، أمريكا، الهند، دول أوروبية يعرفون الدور المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية هي في موقع جغرافي في غاية الأهمية بالنسبة لاستقرار إمداد الطاقة الأوروبي، وهي أيضا لطريق الحرير الصيني، هي المملكة العربية السعودية تمثل الشيء الكبير. طبعا هي حليف استراتيجي أيضا إلى مع أمريكا في إطار الشراكة طويلة الأمد. لذلك الدول الكبرى حقيقة حرصت من خلال رؤسائها باللقاء بسمو الأمير، وشهدنا كلنا شاهد اللقاءات الحميمية والودية مع سمو الأمير، ومحاولة أن يكونون في الجدول رغم أنه جدول سموه كما نعلم مزدحم. الأمر الآخر لا يخفاك أنه هناك فريق كبير، المملكة العربية السعودية تحول الأفكار والرؤى إلى برامج وخطط عمل واتفاقيات، ولذلك هناك فريق كبير صاحب سمو الأمير محمد بن سلمان،
وهذا الفريق ربما نرى احنا بالشاشه لقاءات محدوده مع تيريزا ماي ولا مع الرئيس الهندي او نائب الرئيس الاندونيسي او الاخرين، لكن الحقيقه هناك بلا شك هناك عمل ضخم هائل يقوم به المسؤولون المرافقون لسمو الأمير في الوصول إلى حلول واتفاقيات في قضايا كبيرة لا يخفى على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي بالدرجة الأولى. نعم دكتور، أنت كيف رأيت هذه اللقاءات الجانبية التي شاهدناها بالأمس ونشاهدها حتى اليوم، كيف وجدتها؟ يعني كلنا يذكر كلمة بوتين عندما تحدث عن سمو الأمير من فترة، يعني من سنتين تقريبا، قال عندما التقى بالأمير محمد بن سلمان يحفظه الله وقال إن هذا الرجل يمكن الاعتماد عليه ولديه وعود ويفي بهذه الوعود. هذا رؤية رجل على رأس دولة عظمى يتحدث عن هذه الشخصية. فلذلك كان بوتين مقولته التي قالها أنه سيلتقي قبل أن يبدأ المؤتمر، ووجدنا أن البعض الآن يلحق في هذا اللقاء مثل الرئيس الفرنسي مثل الرؤساء الآخرين. كل هذا يدل حقيقة على أن المملكة ماضية وقناعة السياسيين غير قناعة الإعلاميين. نعم. فالسياسي هو صاحب القرار، ولذلك كل الزوبعات التي تكون على المملكة كلها يعني تتلاشى أمام صاحب القرار الذي يعرف أنه المملكة العربية السعودية هي المملكة دولة استقرار ودولة داعمة للاقتصاد العالمي، لذلك لابد أن نخطب ود هذه الدولة. نعم أنا سعيدة بتواجدك معي دكتور عادل المكنزي، أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لتواجدك معي اليوم. أهلا وسهلا بكم بالسادة المشاهدين.